حبايبي الحلوين في جريد فور، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنشرح مع بعض ليسن 4 في يونت 2. ليسن 4 في يونت 2 بيتكلم عن ايه؟ عن السبتراكشن استراتيجيز. السبتراكشن استراتيجيز كتيره، تعالوا نبدا بيهم. اول استراتيجي اسمها كاونت داون استراتيجي. كاونت داون ايه استراتيجي؟ يلا نتعرف عليها. اول ما اشوف مساله السبتراكشن وعايزة أحلها بطريقة الكاونت داون استراتيجي، إحنا بنحل بطريقة مين؟ الكاونت داون استراتيجي. الكاونت داون استراتيجي إيه هي؟ بتقول إيه؟ أول حاجة السكند نمبر اللي بعد علامة الماينس هنفكه، هيبقى عبارة عن 300 plus 20 plus 8. نقول تاني 563 minus 328. ال 328 هنفكها ل 300 plus 20 plus 8. طيب هنحلها ازاي؟ اول حاجه بنحلها بنرسم نمبر لاين. هنحط عندنا نمبر لاين، هنبدا النمبر ده لاين دوت بالفيرست نمبر، بالنمبر ده اللي هو عباره عن 563. وبقول ان ال 563 ده اول حاجه انا اعمل له ماينس 300، اعمل له الاول ماينس كام؟ 300. لما انا هعمل للرقم ده ماينس 300 يبقى مين اللي هيتغير؟ ال 5، فتبقى 263. طيب المرة اللي بعدها هعمل ماينس كام؟ ماينس 20. المرة اللي بعدها هعمل ماينس 20. طالما هعمل ماينس 20 يبقى بس هعمل ماينس لل 6 هتبقى 4، يبقى الانسر 243. المرة اللي بعديها هعمل ماينس 8، هعمل ماينس كام؟ 8. تعالوا بقى نعمل ماينس 8. 243 ماينس 8. أول حاجة 3 ماينس 8 doesn't work، 3 تبقى 13 وال 4 3. تعالوا نحله بالطرق الجديدة. 13 minus 8، أول حاجة هنمسك 8 فاضل لها كام وتبقى مين الفريند بتاع 8؟ 2. أنا هاخد لها 2 من، تمام؟ 8 الفريند بتاعتها كام؟ 2. هاخد 2 دي منها وعملها بلاس مع أول رقم هنا يبقى 5. يبقى كده 13 minus 8 equal 5، bring down 3 with 2، يبقى الانسر 235، ويبقى هو ده الفاينل ريزلت. ناخد سؤال كمان عشان الطريقة تزيد. طيب في حد قال لي ممكن نشرح طريقة ازاي نعمل 13 minus 8 بالطريقة الحديثة. بأول حاجة ال 8 فاضل لها كام في الفاميلي بتاعتها عشان تبقى 10؟ فاضل لها 2، يبقى انا هاخد 2 plus 3 equal 5، يبقى الانسر equal 5. دي طريقة الماين. طيب يلا بينا نحل السؤال ده. 59728 minus 7256. أول حاجة النمبر ده احنا هنفكه عبارة عن 7000 plus 200 plus 50 plus 6. هنكتب النمبر ده في النمبر لاين، هنكتب 59728. أول حاجة أنا هعمل minus كام؟ minus 7000. لما هنعمل minus 7000 يبقى هنعمل minus بس من مين؟ من ال 9. يبقى 9 minus 7 equal 2، يبقى الانسر 8725. المرة اللي بعديها هنعمل minus كام؟ minus 200. لما هعمل minus 200 هعملها من مين؟ من ال 7، فهيبقى الانسر 82525. دلوقتي انا هعمل minus كام؟ minus 50. يبقى هعمل من السكند نمبر ماينس 5. اول حاجه تعالوا نشوف هنعمل ايه. ال 2 doesn't work، ال 2 تبقى 12 وال 5 تبقى 4. 12 minus 5 قلنا ال 12 minus 5 مين الفريند بتاع ال 5؟ ال 5. يبقى 5 plus 2 equal 7، وال 8 تنزل زي ايه ما هي، وهنا ال 4 وال 2 وال 5. يبقى الانسر 52478. دلوقتي انا هعمل minus ال 6، هعمل minus 6 مين؟ من ال 8. ال 8 become 27425، ويبقى هو ده ال final result. يبقى نحفظ مع بعض الطريقة دي اسمها ايه؟ اسمها count down strategy. تعالوا ناخد استراتيجية جديدة اسمها ايه؟ count on strategy. count on strategy هنشتغل مع بعض الـ count on strategy. اسمها ايه؟ count on strategy. ايه هي بقى الـ count on strategy؟ تعالوا نتعرف عليها. طيب خلينا مع بعض نفتكر. الطريقة الأولانية كان اسمها count down. count down كنا بنبدأ بالنمبر الكبير
نحطه على النمبر لاين ونفضل نعمل له ايه ماينس. كنا بنعمل ماينس ال 100 الاول بعدين ماينس 30 بعدين ماينس 40، كنا بنرجع لورا فبنقول كاونتينج داون. لكن لما اقول كاونتينج اون احنا بنحل الاستراتيجي بتاعت الكاونتينج اون. الكاونتينج اون بنمسك السمول نمبر، بنمسك السمول نمبر نحطه هنا اللي هو 134، هحاول اوصل بيه للرقم ده. تعالوا نبدأ بمين ازاي الكلام ده، تعالوا نبدأ بال 100. يعني انا عندي النمبر ده 134، الوان فاضل لها كام وتبقى 3 200، بس انا مش هعرف اعمل بلس 200 كده مرة واحدة، خلينا نعمل بلس 100. بلس 100 يبقى كده بقت كام؟ 234. الرقم الجديد برضو بشوفه بالنسبة للنمبر ده فاضل له كام؟ ممكن واحد يقول لي 100، لا هو 100 بس ممكن نحط كام 90 مثلا، فرق 90 او 6، تعالوا نجرب نزود 60. طب انا بزود رقم معين؟ لا على حسب ما انا اشوف، ممكن واحد يزود 50 ممكن 50، يلا بينا 60 يبقى نزود على السكند نمبر 6 يبقى هيبقى 494. ما بينها وما بين ال 324 مثلا حوالي كام 30 مثلا، تعالوا نجرب نزود 30. لو لقينا 30 كتير هنرجع نقلل، لو لقيناها قليلة ممكن نزود. يبقى هنزود على السكند نمبر 3 فيبقى ال 4 زي ما هي 9 plus 3 equal 12 2 carry 1 1 و 2 3. ايه ده وصلنا للنمبر. طب احنا كده جبنا الانسر، يبقى الريزلت فين؟ الريزلت هي عبارة عن النمبرز دي كلها اللي هنعملها plus 100 plus 60 160 plus 30 190 فيبقى الانسر 190. تعالوا نحل براحتي زي ما انا عايز، يلا بينا نحل الرقم ده بطريقة الكاونتينج داون. احنا متفقين ان الكاونتينج داون بنبدأ بمين؟ نبدأ بالكبير وبنفضل نعمل ماينس، تمام؟ يبقى هنبدأ بالكبير اللي هو 734، انا عايزة اوصلها اخليها 243، ممكن اعمل ماينس 500 مرة واحدة هيبقى 234. ده اللي طلع لي اصغر، يبقى انا ما ينفعش اعمل ماينس 500، انا ممكن اخليها ماينس مثلا 400 اقل، ماينس 400 هتبقى 334، تمام؟ طيب الرقم الاولاني ده كام؟ 4 وده 3، يعني انا ممكن اعمل ماينس 1، ممكن اعمل الرقم ده ماينس 1 فيبقى 333. الفرق ما بين النمبر ده والنمبر ده كام؟ انا ممكن اعمل ماينس مثلا الاول ماينس 50، لو شلت من النمبر ده 50 يبقى 3 زي ما هي، 13 ماينس 5 ايكوال 8 بيفضل 2. فرق ما بين الرقم ده والرقم ده كام؟ ده بس اكبر منه 4، يبقى انا ممكن اعمل ماينس 40. لما اعمل ماينس 40 هيطلع لي 243. يلا بقى نجمع النمبرز دي لان هم دول الانسر، يبقى الانسر عبارة عن 400 plus 50 plus 40 plus L1 يبقى هو ده. يلا بينا نحل سؤال على طريقة الكاونت اون استراتيجي. الكاونت اون ايه استراتيجي؟ طريقة الكاونت اون استراتيجي بنمسك ايه؟ بنمسك النمبر الصغير وبنفضل نكمل بعده 326، انا عايز اخليه يبقى 588، ممكن اعمل له بلس 100، اعمل له بلس ايه 100 فيبقى 426، تمام؟ وبعدين ممكن فرق فاضل له قد ايه، ممكن اعمل 100 كمان صح كده تبقى 526. طيب وممكن اعمل بلس، خلاص قربنا، ممكن اعمل بلس 50 او بلس 60، ممكن اعمل بلس 60 كمان نجرب، بلس 60 يبقى 085 تمام، فاضل 8 يبقى انا ممكن اعمل بلس 8 يبقى الانسر 588. يبقى نعمل بلس للنمبرز دي اللي هي 100 plus 100 plus 60 plus 8 100 plus 100 200 يبقى 268 268. تمام كده؟ في مشكلة في السؤال ده؟